المدرب المساعد للمنتخب اللبناني جمال طه. كابتن، قبل الفاصل كنا نتحدث عن تذبذب المستوى المنتخب اللبناني في بطولة آسيا وفي هذه البطولة، ماذا تعلق على هذا الموضوع؟ طبعا أول شغلة تغيير المدرب، يعني أسلوب رادوليفيتش بنهائيات آسيا مختلف عن أسلوب المدرب الروماني الموجود حاليا، وهذا عطى أريحية بعتقد للاعب. واحد، اثنين، أنا برأيي حتى ممكن المنتخب اللبناني يتحسن وضعه أفضل، لأنه مثل ما حكينا أنه نحن عندنا بحدود 6 لاعبين محترفين بالدوريات الأوروبية، بعضهم ما التحقوا بالمنتخب، ممكن يلتحقوا إن شاء الله الشهر اللي جاي. ولكن المدرب الروماني بشكل عام بعد ما شاف نوعية اللاعبين اللي عنده، يعني هو مدرب مش مجازف خلينا نقول، لكن مدرب يحب المتعة بلعبة كرة القدم، نوعا ما خلى اللاعبين يلعبوا فوتبول حتى يتمتعوا بكرة القدم، يعني ما بيعد الضغط عنهم، شال الضغط عنهم، قال لهم لازم نلعب فوتبول لأنه عندنا نوعية لاعبين. لاعب اللبناني لاعب جيد، ولكن بحاجة لشخص يعطيه هذه الثقة لحتى يبرهن اللي عنده. أنا برأيي الاختلاف كتير كبير، ولكن بدنا نشوف المنتخب لما يجتمع كله سوا تحت الضغط اللي هو اللي أنا برأيي ممكن يتأثر فيه المنتخب اللبناني، هل هو سوف يخرج من هيدا الدائرة اللي هو فيها؟ إذا قدرنا تخطينا هيدا المرحلة بعتقد الأمور حتكون إيجابية بالمستقبل، إن كان بالأداء ولا إن كان بالنتيجة. وبرجع بقول لك اللي شفناه هون بالعراق مع المنتخب اللبناني شيء كتير جيد يبنى عليه للمستقبل، ولكن تعرف أن المستقبل ممكن تصطدم بعدة عثرات، إن شاء الله هذه الأمور كلياتها نقدر نتخطاها ونجتازها بالمستقبل. من خلال قربك للمدرب، يعني وهو ما صار لفترة طويلة معكم مع المنتخب اللبناني، شخص هناك لاعبين ممكن أنه يعملون الفارق في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم؟ يعني أبدأ إجابة بالمستويات المنتخب اللبناني. أول شغلة ممكن يكون تفكيره، ممكن يكون خططه في المستقبل. صحيح، أنت بتعرف أول شغلة هو عم بيعول كتير على اللاعبين اللي بيلعبوا خارج لبنان. نعم. يعني نحن عنا بحدود 6 أو 7 لاعبين، عنا لاعبين بيلعب منتخب بالدوري السويدي الأخوين الملكي، عنا لاعب بيلعب بالمنتخب البلغاري، عنا جوان العمري بيلعب بالمنتخب بيلعب مع الفريق الياباني، عندنا لاعب سمير اياس بيلعب بالدوري البلغاري، عندنا لاعب بيلعب بالدوري الالماني درجه، عندنا 5-6 لاعبين بيلعب بالدوريات الاوروبيه. بما انه هو مدرب روماني وبيعرف اسماء الانديه اللي بيلعبوا فيها اللاعبين، معول كثير عليهم، لسبب هو بيقول انه هيدي اللاعبين لو منا لاعبين جيده ما بتلعب بهيدي الدوريات وبهيدي الانديه، لانه هو على احتكاك مع مدربين ومع هالانديه ان كان بالفرق اللي كان يدرب فيها برومانيا. هو بيعول كثير على الأسماء، ولكن بطبيعة الحال 5-6 لاعبين ما ممكن يعملوا الفرق إذا ما عندك مجموعة جيدة محلية عم تلعب بالدوري اللبناني. يعني لا، التوليفة ممكن تنسجم مع اللاعبين المحترفين بطبيعة الحال. هو أهم شيء توضح قدام الصورة، نحن ممكن نساعد، ممكن نحط أسماء أو حطينا أسماء، ولكن هو القرار الآخر لإله. هيدي البطولة كانت بالنسبة لإله سيناريو ممكن هو من خلاله يقدر يشوف مين ممكن يكمل مع الست لاعبين الموجودين لحتى نقدر نعمل شيء إيجابي. بطبيعة الحال العائق عنا مش بلبنان، بالعالم العربي، عقلية اللاعب العربي، هيدي الشغلة اللي هو ممكن عملت له شوية إزعاج. تعرف المدرب الأوروبي بيهتم كتير بالتفاصيل، نحن العرب ما بنهتم فيها، وهذا هو اللي بيعمل الفرق عندهم. بقى يعني مو فقط بالملعب، يعني بنومة، بأكلة، بكل شيء. طبعا بأول حضوره انصدم بعدة أشياء، ولكن نحن كجهاز فني بدنا نذلل العقبات شوي شوي. قدرنا استوعب الأمور بأول جلسة معه، تعرف أنت بخبرتك كلاعب كرة قدم دولي سابق، أول جلسة معه كان الحديث أنه ما تتوقع انه اللاعب اللبناني يطلع لعندك، انت بدك تنزل شوي وبدنا هو يطلع شوي صغير لتلتقوا بنص الطريق. وصدقني هو انسان يعني متعاون بشكل كتير كبير، قدر فات على قلوب اللاعبين دغري مباشره وعمل هيدي الحاله الاخويه بيناتهم، وقدرنا عملنا نتيجه ايجابيه. ولكن بيعول مثل ما قلت لك على العامل الخارجي كتير، لأنه هو عامل الديسبلين، عامل النظام،
خارج الملعب وداخل الملعب بالنسبة له هذه شغلة مقدسة بيقدر يبني عليها لأنه ربي على هذه الطريقة. عم نحاول نشتغل مع اللاعبين اللبنانيين كمان أنه يتغير تتغير العقلية لحتى نقدر نحن نعمل شيء جيد على أرض العالم. يعني أفهم من كلامك أنه المدرب الروماني يعتمد جملة وتفصيلة على اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية. هذا السؤال يسوقني إلى السؤال أنه الدوري اللبناني هل يلبي الطموح؟ يعني برأيك ماذا تعلق على الدوري اللبناني وعلى منافسة الدوري اللبناني؟ ممكن أنه الدوري اللبناني ينتج لاعبين ممكن أنه مشابهين لهؤلاء اللاعبين النجوم يعني خارج لبنان؟ لك مشكلتنا بالمنتخب أنت بتعرف يعني أنه الدور القوي يولد منتخب قوي والدور الضعيف يولد عندك منتخب فيه مشاكل كتير. نحن مشكلتنا بالدور اللبناني ودور ضعيف. يعني هعطيك مثل السنة الماضية كان عندنا نحن 12 فريق بالدوري اللبناني لآخر أسبوعين في عندك 8 فرق عمت مهددة بالهبوط على الدرجة الثانية. هذا دليل أنه في تفاوت بالمستوى وهذا اللي خلانا نحن كأشخاص معنيين باللعبة أنه ناخد يعني نواة اللاعبين هي من 3 فرق المنافسة على الدوري 3 فرق اللي بتهتم أكتر بلاعبين أكتر من غيرها. بطبيعة الحال الدوري اللبناني دوري ضعيف وهذا اللي عم يعملنا مشاكل بالمنتخب. ولما تظهر وتعمل منتخب تعمل لاعبين يعني تستدعي اللاعبين وتقابل المنتخبات رتم المباريات تختلف عن الدوري اللبناني وهذا بيأثر علينا سلبا لأنه دائما الدوري القوي يخلق منتخب قوي الدوري الضعيف يخلق منتخب ضعيف. أنت تقول أنه الدوري اللبناني هو دوري ضعيف، برأيك ماذا ينقص الدوري اللبناني يكون دوري قوي؟ بطبيعة الحال ينقص الدوري اللبناني ليكون دوري قوي ينقص الاهتمام. انت بتعرف لبنان الاهتمام كلاعب دولي سابق ومدرب مساعد للمنتخب الوطني ممكن شخصت النقاط والسلبيات اللي ممكن انه تعالج فيها الدوري اللبناني. يعني ماذا ينقص الدوري اللبناني بشكل التنظيم او نوعية اللاعبين؟ لك لما بدك تحكي عن 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 كرة قدم بدك تحكي عن الأساس. نحن مشكلتنا بالأساس يعني الاهتمام بالفئات العمرية معدوم بكل الأندية. هذه السنة الاتحاد اللبناني مشكورا عمل خطوة جبر جميع الأندية تشارك لاعبين تحت 21 سنة وإلا في نقاط سوف يعني تنشال من يعني من مجبرين الأندية أنه يشركون لاعبين صغار لحتى يحاول يحرك الأندية لأنه كل الأندية بتفكر بالنتائج بغض النظر أنه أنا عم ببني فريق ولا عم ببني جيل إلى آخره. نحن مشكلتنا بلبنان عدم الاهتمام بالفئات العمرية وهيدي الأساس. يعني بيطلع لعندك اللاعب على الفريق الأول أنت بدك تشتغل عليه وكأنه عم تشتغل مع لاعب عمره 15 أو 14 سنة بوقت هو بهيدي المرحلة لما يطلع على الفريق لازم يكون جاهز كليا. عدم الاهتمام بالفئات العمرية، الوضع المادي تاعت الأندية وضع تعبان كتير. انت بتعرف انه بالدوري اللبناني الاندية عايشة على اشخاص، شخص بيجي بيتمنى النادي بيدفع فلوس وبيمشي بالشغل صح. وهذا مش ممكن تلاقيه، ممكن تلاقي شخص اثنين ثلاثة يشتغلوا هذا الشغل، ما في مؤسسات ترعى الاندية. هيدي من المشاكل اللي بنعاني منها، علشان هيك بتلاقي دايما في عنا مشاكل بالدوري اللبناني ما ممكن يتطور اذا بدنا نضل ماشيين بهيدي الطريقة. لاعبي المنتخب اللبناني المتواجدين حاليا في الدوري كيف يتم تسويقهم الى الخارج؟ يعني كيف ممكن انه يشاهد انه يعني ايجنت ممكن يجي الدور اللبناني ويشاهد مستويات مميزه او لاعبين موهوبين داخل الدور اللبناني، كيف يتم تسويقهم الى الخارج؟ انا اقصد طبعا اغلبيه اللاعبين اللي بيحترفوا يعني تكلمنا عنهم 6 لاعبين، كيف تم تسويقهم الى الخارج واحنا نقول انه الدور اللبناني دوري ضعيف؟ بالنسبه للست لاعبين، الست لاعبين هن بيلعبوا بالخارج، يعني هن اهالي يعني هن عايشين بالخارج. هن عايشين بالخارج مغتربين طبيعة الحال. السنة الماضية من الأشياء الجيدة اللي عملها الاتحاد أنه تواصل مع هدول اللاعبين، تواصل معهم وهذا التواصل عمل نتيجة. أغلبية اللاعبين إن عم نحكي 6 أو 7 لاعبين أغلبيتهم هم مغتربين بالخارج، هم قاعدين بالخارج. هلأ مع البداية استدعيناهم، في عنا لاعبين من اللي كانوا عايشين برا اجوا على لبنان وعم يلعبوا بالدوري اللبناني، ولكن اغلبيتهم هم من المغتربين اللي بيلعبوا خارج لبنان. هذه واحد. اثنين، بطبيعه الحال اغلبيه اللاعبين اللي احترفوا من الدوري اللبناني للخارج هم لاعبين المنتخب، وانت بتعرف اغلبيه الكشافين دائما بيشوفوا المنتخبات بيحاولوا يختاروا من هذه المنتخبات لاعبين لحتى يسوقوها بالخارج، مثل حسن معتوق، مثل محمد حيدر،
مثل كتير مثل عدنان حيدر، يعني كتير لاعبين كانوا يلعبوا بالدوري اللبناني اشتركوا بالمنتخب لاعبين مميزين، ولكن أغلبية اللاعبين اللي حكينا عنهم هن مغتربين قاعدين خارج لبنان. نرجع لأجواء بطولة غرب آسيا، رأيك بالمجموعة الثانية التي تقام في أربيل؟ شاهدت في المباراة الأولى والثانية بين المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي والمباراة الأولى التي جرت بين المنتخب الأردني والبحريني، كيف شاهدت مستويات تلك الفرق؟ طبعا ما في شك انه المنتخبات الاربع اللي عم تحكي عنها يعني تاريخ بعالم كرة القدم العربي والاسيوي بشكل عام، ولكن كمان بنفس الوقت فينا نقول شغلي انه اغلبية المنتخبات بحاجة او في عندها نقص بنوعية، يعني اذا بنلاحظ انت المنتخب السعودي، المنتخب السعودي مختلف تماما عن المنتخب السعودي اللي شارك بنهاية اسيا، ولكن انه هذا هو منتخب الامل يعني اللي هو المستقبل للكرة السعودية. طبعا المنتخب الكويتي كمان نفس الوقت يعني أسماء كبيرة، لكن شاهدنا المنتخب الكويتي يقدم مستويات متميزة بعد العقوبات التي طالت بعد التوقف الكبير الرياضة الكويتية. يمكن 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 هيدا حافز للمنتخب الكويتي انه يرجع، لانه بتعرف انت المنتخب الكويتي من المنتخبات اللي هي الى صولات وجولات على بالعالم العربي وبالعالم بالعالم الاسيوي، وانا برأيي يعني ما أخذوا وقت طويل ليفوتوا على الجو اللي كانوا فيه بالماضي، بقى يعول عليه كتير المنتخب الكويتي وخاصة بتصفيات كأس العالم، وأنا برأيي يعني البداية كانت جيدة بالفوز على المنتخب السعودي الصعب، رغم عدم وجود النجوم بالمنتخب السعودي، ولكن أسماء كتير كبيرة بيلعبوا بالدوريات بالفرق الكبيرة بالمنتخب السعودي، وأنا برأيي يعني المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي هن اللي لهم الحظوظ الأكبر باللقاء الأخير بهيدي البطولة. يعني ترشح المنتخب الكويتي أنه هناك المجموعة بطبيعة الحال، لأنه أنا برأيي المنتخب الوحيد الذي يملك الخبرة ويملك عامل الشباب بالمجموعة الثانية. صاحب لقب النسخة الماضية المنتخب الأردني في مباراة الأولى أمام المنتخب البحريني، وهو كان مرشح الأبرز لتصدر تلك المجموعة، كيف شاهدت المنتخب الأردني؟ لكن المنتخب الأردني عم بيعاني من معاناة الفرق الأردنية الفيصلي والوحدات، فرق كثير بين مستوى في بطولة آسيا الأخيرة ومستوى في هذه البطولة. الكرة الأردنية إلى سنتين عم بتعاني، والكرة الأردنية معودتنا خاصة على صعيد المنتخب بظهور أكبر من اللي نحن شفناه. أنا برأيي الجيل الماضي، في جيل انتهى بالمنتخب الأردني، في جيل جديد هلأ بلش بالظهور، وهذا بحاجة لوقت. أنا برأيي المنتخب الأردني أغلبية عناصره أغلبية لاعبينه صغار السن، وهذه استراتيجية الاتحاد الأردني عم بيقوم فيها. إذا بتلاحظ أنت دائما المنتخب الأردني هو نواته من الفيصلي من الوحدات، المنتخب الأردني بحاجة لسنة أو سنتين، وبرأيي بيرجع المنتخب الأردني اللي نحن بنعرفه، وبطبيعة الحال طبعا مباراته مع البحرين مش مفاجئة، لأن المنتخب البحريني منتخب جيد يعول عليه بالمستقبل، لكن مدربهم جديد ولأول مرة يدرب في آسيا بطبيعة الحال، ولكن منتخب يملك من عناصر الشباب عمليفة ممكن تعمل إيجابي. أنا برأيي المنتخب العراقي الكويتي من المجموعة الثانية والمنتخب العراقي هم الحظوظ أكبر. نعود للمجموعة الأولى هنا في كربلاء وخصوصا المنتخب اللبناني، قبل الدخول لبطولة غرب آسيا كيف كان يفكر المنتخب اللبناني في هذه البطولة؟ هل هي بطولة استعدادية أو لربما كنتم يعني عيونكم صوب اللقب في هذه البطولة؟ لك هي بطبيعة الحال بطولة استعدادية، ولكن يعني انت كمدرب لازم تفكر كمان لازم تكون نتائج ايجابية، لانه انت عامل الثقة لازم تبنيه مع العامل الفني وعامل البدني، بقى العامل المعنوي شغلة مكملة للعوامل الفنية والبدنية بكرة القدم. بقى كان الخوف انه نحن ما نقدر نرمم هيدا العامل او نقوي هيدا العامل بطبيعة الحال لعدم جهوزيتنا لهيدا البطولة، ولكن كان عندنا خيارين. الخيار الاول انه تنسحب من هيدا البطولة، وهذا كان مش وارد لسبب، لانه العراق مطلوب
تنعمل عنده هذه البطولة، ومطلوب نحن كعرب ننجح هذه البطولة، احنا مشاركين بهذه البطولة، وهذه كان الاتحاد اللبناني باتت هذا الموضوع، فكانت لازم تكون المشاركة مشرفة للبطولة بشكل عام، يبين يظهر المنتخب اللبناني منتخب جيد لحتى كمان ينجح البطولة مع الإخوان العرب، وهذا كمان كان عامل مقلق بالنسبة لنا. ولكن عند بداية المباراة الأولى والمستوى الجيد صار عندنا نوع من الحالة المعنوية المرتفعة، نعم وصار عندنا حافز أنه لا نحن قدرانين رغم الفوارق البدنية، لأنه بالآخر قبل ما نجي على العراق نحن ما بنعرف وضع المنتخب العراقي، بس لما تكلمنا يمكن مع المدربين مع بعضنا واللاعبين لما حكيوا مع بعض لقينا معاناة المنتخب العراقي نفس معاناة المنتخب اللبناني من الناحية البدنية، هذا عملنا نوع من الارتياح انه مش نحن الوحيدين اللي جايين وعندنا مشكلة بدنية، لا الكل عنده هذه المشكلة، سول كل سواسية فينا نشترك ونمشي وننجح هذه البطولة، وهذا اللي صار صراحة. تكلم على المنتخب اللبناني خصوصا انت كلاعب دولي سابق ومدرب حالي للمنتخب اللبناني، هل تقيم ان المدرب الأجنبي أفضل لأنه يدرب المنتخب اللبناني، أو ممكن المدرب المحلي ممكن يستعينون بشكل أفضل بسبب قربه من اللاعبين بسبب متابعته للدوري؟ المدرب الأجنبي ممكن يأخذ مثلا رأي أو رأي أو ثلاثة ويعتمد هذه الآراء، لكن المدرب المحلي يعرف كل المشاكل والخبايا بالنسبة للاعب اللبناني. لك أنا يعني كلبنان خلينا نحكي بطبيعة الحال المدرب الأجنبي في فرق بين المدرب الأجنبي والمدرب المحلي من ناحية الضغوطات، إن كان ضغوطات على الاتحاد ولا ضغوطات من الشارع ولا دائما أنت بتعرف أغلبية الجماهير لا تتقبل المدرب المحلي، أولا لأنه أغلبية الجماهير بتفكر بالمنتخب كأسماء أندية، يعني أنا كم لاعب عندي بنادي فلان بهذا المنتخب، الأغلبية بفكر بهذا الطريقة، إذا بدك تجيب لاعب محلي حيكون هذا المدرب محلي، حيكون هذا المدرب المحلي خلينا نحكي هو حيكون حيشتغل للمنتخب، ولكن هو بنظر الجماهير لاعب بنادي معين، أي خطوة خاطئة أو أي ممكن نتيجة سلبية حتبلش الأمور او حيبلش الضغط عليه من الـ من الـ من الجماهير بشكل كتير كبير. ما هو الفرق بين المدرب الاجنبي او المدرب المحلي يعني من ناحيه الضغط؟ من ناحيه الضغط حاعطيك مثل جمال طه، يعني هو لاعب نادي الانصار الرياضي، معروف انه جمال طه الانصار، لما يجي جمال طه على المنتخب بيشتغل للمنتخب ككل، ما بقى في شيء اسمه انصار، في منتخب في وطن، ولكن الجماهير تنظر لهذا الشخص تنظر لهذا الشخص انه هذا الشخص من هذا النادي، ممكن انت تعمل حركه القصد منها شيء عادي، تبدل لاعب تعمل شيء حركه فنيه الى اخره، ينظر لك انه انت لا عم تعمل هيك لانه انت تابع هذا النادي، هذا بيشكل يعني عليك بيشكل عليك ضغط كتير كبير انت ما ممكن تعمل. المدرب الاجنبي جاي من برا ما بيعرف شو الاجواء شو اللي نحن بنفكر فيه بلبنان، بيشتغل حسب قناعاته، ممكن يكون قناعاته هي ذات قناعات المدرب المحلي، ولكن نظرة الجمهور للمدرب المحلي هذه أول وقت نقطة تصب بمصلحة المدرب الأجنبي. الشغلة الثانية اللي قلت عنها أنت، بطبيعة الحال المدرب اللبناني بيكون أقرب للاعبين اللبنانيين، بيفهم عقليتهم، بيفهم هواجسهم، بيفهم متاعبهم، بيفهم مشاكلهم، هذه تصب بمصلحة المدرب المحلي. الاتحاد، أنت بتعرف الاتحاد دائماً بيحاول يبعد عن ضغط الجماهير لحتى ما يصير عنده مشاكل مع الجمهور، وبيكون في هذا يعني بيكون في هذا التقارب بينه وبين الجمهور، لحتى انت بتعرف بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا الجمهور هو عامل إيجابي، كل ما اجى جمهور على الملعب كل ما عمل ضغط على الفريق الخصم، بقى المدرب الأجنبي دائما بيعطي أريحية للجمهور، لأنه نحن بعالمنا العربي دائما مفكر ان المدرب الاجنبي هو الافضل، هو اللي عنده الامكانات الاكثر، هو اللي ممكن يكون صح ممكن يغلط. الشغله الثالثه واللي هي الاهم انا بالنسبه لي، نحن كمدربين عرب خلينا نحكي ولبنانيين ما بنهتم بالتفاصيل اللي بيهتم فيها المدرب الاجنبي، ما بنهتم بالثقافه، يعني ما بنثقف حالنا دوريا دوريا دوريا، بتلاقي في مدرب عربي مثقف بيشتغل على حاله، في مدرب عربي اخذ الدنيا هيك بالاسم اللي كان هو عامله لما كان لاعب،
هون بتلاحظ الفوارق. أوقات بيجيب مدرب محلي بينزع الشغل، أوقات مظلم مدرب محلي عنده إمكانيات. بقى برأيي إنه الثقافة كتير مهمة للمدرب المحلي، لازم نحن كمدربين دائما نشتغل على حالنا وما نتكل على أسماءنا لما كنا لاعبين، لأنه المدرب مختلف تماما عن اللاعب. طبعا مستمرين يا كابتن جمال طه في هذا حديثنا في هذا اليوم في برنامج صباح غرب آسيا. عندنا فاصل أعزائي المشاهدين وراجعين وياكم أكيد. عويز الجبوري الرائدة في الأبنية المدرسية الرصية. رجعنا وياكم جديد أعزائنا المشاهدين في حلقة هذا اليوم والحديث الشيق مع المدرب المساعد للمنتخب اللبناني الكابتن جمال طه. كابتن، قبل الفاصل كنا نتحدث أنه ما الفرق بين المدرب المحلي والمدرب الأجنبي بالنسبة للمنتخب اللبناني، وأنت رجحت كفة المدرب الأجنبي. نتحدث الآن عن خطة الاتحاد وعن الهيكلية التي سوف يضعها الاتحاد في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المقبلة. طبعا الهدف الأول، أنت بتعرف بنهائيات آسيا 2019 معدل أعمار اللاعبين اللبنانيين كان معدل عالي. الهدف الأول أنه نخفف أو نقلل من معدل أعمار اللاعبين، والبداية بلشت من تصفيات ببطولة غرب آسيا. استخدمنا أغلبية اللاعبين الجيدين أو أفضل اللاعبين الجيدين الموجودين بلبنان بمعدل أعمارهم صغيرة، وعم نشتغل على هذا الأساس. طبعا ما بتقدر تغير 180 درجة دغري، بحاجة لوقت، يعني بحاجة لوقت. دمجنا عنصر الخبرة مع عنصر الشباب وبلشنا بالخطوة الأولى، وإن شاء الله يعني من هلأ لسنتين لازم وضع المنتخب يكون أفضل، خاصة بالنسبة لمعدل الأعمار، لأنه بالآخر في جيل عم بيسلم جيل، وهيدي الخطوة أنا برأيي إذا مشينا فيها بسلاسة بنقدر نوصل لمنتخب بعد إن شاء الله 3 سنين أو 4 سنين يكون منتخب جيد بعناصر جديدة تكمل الشغل اللي اشتغلوا اللاعبين. خلينا أسألك شخصيا، أنت كجمال طه لما قبلت المهمة شفت هناك خطة عمل بالنسبة لتأهل المنتخب اللبناني لكأس العالم؟ طبعا لما قبلت المهمة أول شغلة بالنسبة لي كانت نوعا ما في صعوبة أنه أقبل هذه المهمة، لأنه بالنسبة لي أنا بعرف المنتخب وبعرف الضغوطات اللي ممكن تصير على المنتخب. نحن كنا يمكن عم نحكي تحت الهواء، أوقات الجماهير بيكون عندها طموحات ولكن طموحات بتكون أكبر من الإمكانيات، ونحن دائما مطالبين انه نعمل نتائج جيده. وانت مدرب واقعي حتى بتصريحاتك داخل لبنان؟ صحيح، لا هذا الكلام طبيعه الحال بقوله وين ما كان، انه نحن طموحين اكثر من الامكانيات. لانه لما بدك تكون عندك امكانيات بده يكون عندك الاساس اللي انت تبني عليه
الإمكانيات الجيدة. طبعا أنا عارف أنه حيكون علينا ضغوطات، وعارف أنه في ناس يمكن صارت تحلم بعد المباراتين اللي لعبناهم جديدين، صارت تحلم بأنه نحن ممكن نروح كأس عالم، ولكن مطلوب نحن يعني إجرائنا يكونوا على الأرض ونكون واقعيين. نحن عم نبني للمستقبل، بس البناء بس ما بيصير بس بالمنتخب، الأندية بدها تساعد، الاتحاد بده يساعد، بس ولكن المساعدة الأكبر هي بدها تكون من الأندية، لأنه بالآخر إذا الأندية ما ساعدت المنتخب ما في يعمل شيء لحاله. مطلوب نكون واقعيين، ومطلوب طموحنا يكون والتأهل إلى كأس العالم. يجب أن يتكاتف الجميع من دولة ومؤسسات، لجنة أولمبية واتحاد والكل ووزارة شباب لبنان. صحيح، الكل يتكاتف من أجل إنجاح هذه المهمة وتأهل المنتخب اللبناني إلى كأس العالم. ما في شك أنه كل العناصر اللي أنت مطلوب تكون موجودة، ولكن أنت بدك تشوف الفرق المنافسة. الفرق المنافسة صار سبقتنا بمراحل، يعني صار سبقتنا كتير. إذا كنا عم نحكي عن الصف الأول، أول 8 فرق، حتى بالكاتيجوري الثاني اللي نحن موجودين فيه كمان في فرق سبقتنا من ناحية التعاطي بالعناصر اللي أنت قلت عنها. أنا برأيي بدك تبلش، ولكن مطلوب تخطي أول خطوة. بكتير محلات حتلاقي عثرات، يعني المنتخب العراقي له عم يشتغل فترة، المنتخب الإماراتي عم يشتغل، المنتخبات السعودية إلى آخره، كل منتخبات آسيا عم تشتغل. ممكن أوقات يوصلوا لنهائيات وممكن لا، ولكن المنتخب اللبناني بدأنا نشتغل بشكل أفضل. لازم النتائج تبين، إن كان مش بتصفيات بنهائيات كأس عالم، ممكن تصفي بنهائيات كأس آسيا، ولكن لازم نوضع مثل ما بقولوا حجر الأساس للانطلاقة. وإن شاء الله يعني مطلوب، يعني الفكرة أنه حجر الأساس بلش ببطولة غرب آسيا، إن شاء الله نقدر نكمل لقدام بنفس الوتيرة، لأنه بالآخر الاستمرارية ممكن أنت تبلش، ولكن الاستمرارية بطريقة جيدة هي اللي ممكن توصلك. مش مهم البداية، مهم الاستمرارية. أنا برأيي إن شاء الله. خليني أسألك أخيرا عن مباراتكم المقبلة أمام اليمن، كيف هي الاستعدادات والتحضيرات لهذه المباراة القادمة؟ طبعا المنتخب اليمني رغم البداية المتعثرة، ولكن منتخب منه سهل. يعني في ناس ممكن قالوا لك انه هو الأضعف، أنا ما شفت الأضعف، أنا شفت منتخب نوعا ما ما توفق بأول مباراة، ولكن منتخب جيد وعنده لاعبين عنده إمكانات. يعني مطلوب نحن ما نستخف المنتخب الياباني، مطلوب نحن نجيب 3 نقاط لحتى نكمل المسيرة، خلينا نقول الجيد اللي بلشها المنتخب اللبناني ببطولة غرب آسيا. وطبعا أنا برأيي بعد مباراة مبارح نوعا ما اللعيبة صار عندهم نوع من الإحباط، ولكن نحن عم نشتغل بين اليوم وبكرة لحتى نظهرهم من هذا الجو، لحتى نفوت بإن شاء الله مباراة الخميس نكون على قدر من المسؤولية، ونقدر نجتاز المنتخب الياباني، نعمل نتيجة جيدة ونعمل بصمة بهذا البطولة، لأنه إن شاء الله صراحة الجميع مقصر، الجميع كان متعاون من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء. وبرأيي مطلوب نحن نكون متعاونين ونكون إيجابيين لحتى يعني العراق يرجع إن شاء الله انطلاقته بعالم كرة القدم من هذه البطولة للأفضل إن شاء الله. كل الشكر لك كابتن. شكرا لك، الله يخليك. حلقة هذا اليوم، نتمنى لكم التوفيق في مباراة القادمة، وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين شكرا.